بونجور، معكم مدام مها. أنا بباج 45 صفحة 45، كلاس دو نوفيام صف التاسع، يونيتي 2، الوحدة الثانية، منهاج الحديث. عم نعمل مراجعة للتدريبات، مراجعة البرنامج كله محلول. عملنا بالمراجعة استيعاب الشفهي، قرينا الحوار، وهلأ جينا على نص استيعاب الكتابي. بدهم يعني أقرأ النص وأجاوب على الصح والخطأ. وقلنا أنه أهم شيء بالهل اللي عم نشتغله أنه ننتبه، ما مشان نقرأ ونترجم، لا، مشان نعرف وين بصير التركيز أثناء القراءة. قبل ما أبدأ منطلع النص، طلعوا عليه، عندي هون عنوان إلكتروني، إذن وين معروض، من وين مطالع، وخاصة أنه أنا في عندي تحت باين أنه حاطين عنوان بريد الإلكتروني، وعندي هون يعني مبين أنه عندي صفحة نت، بس اللي جوا ما بقول نت، لما بقول من وين طلع بقول من صفحة إنترنت، باج ويب. بس لما بيقولوا لي شو نوع النص، كيلي لو تيب دو دوكيومون أو دو تكست، بطلع عليه بشوف مجرد ما فيه له عنوان، وفي عندي تحت مصدر، عنوان ومصدر ومقاطع، إذا بيكون هذا أختيكل. خلينا عم ننتبه منيح، عندي عنوان إلكتروني هذا دو إتيل تيغي، من وين الطالع؟ الطالع من باج ويب، صفحة إنترنت، بس كيلي لو تيب دو تكست، شو هو نوع النص؟ عنوان مع مصدر مع مقاطع، هذا بيكون أختيكل. خلينا نقرأ. vivons ensemble، لنعيش مع بعض. APE، هلا أنا احترت شو هي APE، هل هي مختصرة لشو؟ هل هي جمعية أجانس مثلا، وكالة أسوسياسيون دي بير دي زانفون، جمعية آباء الأطفال، ولا أكتيفيتي برانسيبال، نشاطات أساسية ديليف للأطفال؟ ما بعرف شو هي الجمعية ولا لقيتها، يعني بجوز يكون اسم وهمي حاطين رموزه. المهم نحن ما بيهمنا، ما رح يسألونا شو هي. إذا هي APE، هي مختصر لأون أسوسياسيون نو لوكراتيف، يعني جمعية غير ربحية، أو أسوسياسيون هومانيتير، جمعية إنسانية. انشئت en 1998، son objectif، هدفه. شو هو الهدف؟ هدف الجمعية، اسم الجمعية، نوعها، أعرفه دايما كيف بتكون، شو لما حتى يجيني موضوع أعرف أحكي عن جمعية، اسمها، نوعها، هدفه. شو هو الهدف؟ هو de s'intéresser الاهتمام aux enfants، بالأطفال qui ont besoin d'aide، اهتمام بالأطفال اللي بحاجة للمساعدة. depuis plusieurs années، منذ عدة سنوات، elle a mis un programme، يعني الجمعية وضعت un programme، برنامج، afin de، هدف، de protéger، إن تحمي، لمين تحمي؟ les orphelins، الأيتام، pauvres، الفقراء، et améliorer leur avenir. إذا هدف البرنامج هو حماية الأيتام الفقراء وتحسين مستقبلهم. هلا بدنا نشرح عن الجمعية. سبرو بروجرام، هالبرنامج، لوغدون، بيعطيهم للأطفال، بيعطيهم ان سوا، بيقدم لهم ان سوا ميديكال، عناية طبية، اون في، وحياة سكولير نورمال، حياة مدرسية طبيعية. شاك أورفلان، كل يتيم، رسوا، يتلقى، تو لو ماتيريال سكولير نيسيسير، كل المعدات المدرسية الضرورية، اي ميم ان كادو، وحتى بياخذ هدية اون فان داني، في نهاية العام، اي بوندون لي فيت، واثناء الاعياد. اذا بيتلقى كل المعدات المدرسية الضرورية وهدية في نهاية العام وخلال الأعياد. الأسوسياسيون، الجمعية، كل هذا حكي عن الجمعية وبرنامجها، الجمعية وبرنامجها.
l'association leur offre aussi بتقدم لهم كمان l'occasion فرصه de participer المشاركه à des fêtes sociales باحتفالات اجتماعيه et à des camps d'été ومخيمات صيفيه où ils font يقومون فيها des activités sportives بنشاطات رياضيه des balades نزوات etc الى اخره en plus كمان au début de chaque mois في بداية كل شهر كل شهر هو دايما بس كل شهر un groupe de bénévoles مجموعة من المتطوعين de l'association في الجمعية rend visite تزور مجموعة à ces orphelins هؤلاء الأيتام ليش الهدف pour leur donner يعطيهم un soutien psychologique دعم نفسي وكمان parler ويحكوا عن leur problème مشاكلهم et de leurs besoins واحتياجاتهم وكمان jouer avec eux يلعبوا معهم وكمان faire des pique-niques يعملوا نزهات et faire des courses ويعملوا تسوق كل هالنشاطات مجموعة المتطوعين بيقدموها للأطفال الأيتام شرجان أيها الشباب الأعزاء مع مين حكي؟ مع الشباب يعني مو معي معكم أيها الشباب الأعزاء si vous êtes intéressés إذا كنتوا مهتمين inscrivez-vous سجلوا sur notre site على موقعنا وهذا هو عنوان بريدنا الإلكتروني هيك صرت بقدر بجاوب على الأسئلة بطريقة سهلة أوام وعملية ننتقل للفغي وفو Ce texte est un article, oui, إلنا عنوان مقاطع تعريف الجمعية وتحت عنوان للنص ومصدر وين اتاخد هالمقالات بيكون article. Le thème principal, يعني l'idée principale, الفكرة الرئيسية de ce document للنص est de présenter هي تقديم une association caritative. كل درسنا عن association caritative non lucrative غير ربحية. L'association APE هل جمعية هاي أمي وضعت un programme كل الدرس عم نحكي عن الجمعية وبرنامج هالبرنامج pour هدفه améliorer تحسين la vie des orphelins حياة الأيتام صح selon l'association s'occupe تهتم des orphelins بالأيتام depuis un mois منذ شهر لا depuis plusieurs années منذ عدة سنوات هيك مكتوب selon le programme proposé حسب البرنامج المقترح les orphelins الأيتام participent بيشاركوا à des activités sociales et بيشاركوا بنشاطات اجتماعية des gens de tous les âges ناس من كل الأعمار peuvent participer بقدروا يشاركوا يسجلوا aux activités de cette association في نشاطات هذه الجمعية لأنه قال شير جون أيها الأطفال الشباب الأعزاء إذا حبيتوا تنتسبوا انتسبوا إذا ما عم نحكي مع كل الأعمار أو جون سلمو مع الشباب فقط إذا vrai 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 faux vrai faux On passe à la page 46 صفحة 46 ومنعمل بس 4 لأنه بعده الجرامير كوش لي ريبونس كوريكت فين الجواب الصح لي ريبونس مو جواب واحد هو سؤال واحد بس طالما عم بقول لي ريبونس يعني اثنين ما قلت ثلاثة يكونوا صح لاسوسياسيون اوفر aux orphelins الجمعية تقدم للأيتام شو بتقدم لهم؟ اون ايد ميديكال مساعدة طبية وي des aliments أكل ما ذكروها une scolarisation allo matériel scolaire معدات مدرسية من كلمة school من école وصلنا على تمارين الجرامير رح أوقف هون وببدأ بالدرس اللي بعده au revoir à la prochaine fois bye bye